تأسيس ملف حقوق الإنسان، استخدام ملف حقوق الإنسان كورق ضغط سياسي. حقوق الإنسان أحد أهم القوى الناعمة اللي بيستخدمها الغرب للأسف الشديد، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، لحماية مصالحها. طب بندلل الكلام ده بإيه؟ إن مع تعاقب الإدارات سواء الجمهوريين والديمقراطيين يختلف الملف خالص. دونالد ترامب كان يشيد بالتحسينات التي طرأت على ملف حقوق الإنسان في مصر، وعندما صعد جو بايدن الى سده الحكم تغير تماما. يعني احنا ما عندناش ثوابت في امريكا للتعامل مع ملف حقوق الانسان حسب الاهواء وحسب المصالح. الغرب الجزء الثاني، الحقيقه الاتحاد الاوروبي من وجهه نظري ومن خلال تعاملي معاهم يعانوا من سذاجه في التعامل مع ملف حقوق الانسان. هم يستقوا المعلومات من طرف واحد فيما يخص، حتى في موضوع غزه، حتى في موضوع ملف حقوق الانسان في مصر. دائما هناك عدد من المنظمات الدوليه التي لها صبغه سياسيه، وعلى راسها هيومن رايتس ووتش وامنيستي العفو الدوليه، بالتعاون مع بعض المنظمات اللي احنا بنقول عليها تنتمي الى جماعه الاخوان، وظهرت بعد 2013 وتحركوا بشكل سريع جدا. يعني هنا في حد في جزء من الغرب بيستخدمه لحمايه مصالحه، وهنا في سذاجه. طيب الغرب ليه دايما بيضغط على مصر؟ مثلا ملف حقوق الانسان والقرار اللي صدر بعدد 379 صوت في البرلمان الاوروبي، لان هو بيشوف ان الدوله المصريه دوله كبيره، هناك علاقات امنيه وسياسيه، فعلى الدوله المصريه ان تحترم حقوق الانسان. ولكن انت تستقي المعلومات من طرف واحد، انت عندك تقارير يعني تفتقر الى النزاهه والحياديه. ده ببساطه شديده جدا ملف حقوق الانسان تم تاسيسه. طيب لما نيجي نقول مجلس دولي حقوق الانسان، مجلس دولي فقد جزء كبير جدا من نزاهته وحياديته وقدرته على التاثير في صنع القرار الحقوقي، هي جهه رصد مش اكتر، القرار العقابي في ايد مجلس الامن. لكن حتى جهه الرصد دي هناك في تاسيس ملف حقوق. لك ان تتخيل ان في 2018 الولايات المتحدة الأمريكية سحبت عضويتها من المجلس الدولي وأهانت المجلس الدولي، وقالت أنه مجلس مسيس وليس له قيمة. من ليه؟ لأنه كان في جمعية أو جلسة غير عادية تدين إسرائيل. النهاردة احنا بقى عندنا البند السابع، عندنا 10 بنود في الدورات في المجلس الدولي 3 مرات في السنة، في بند كامل بيتكلم عن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. ولم يستطيع المجلس الدولي حقوق الإنسان بكم التقارير والاليات آلية العرض الدوري الشامل اللي بتدين اسرائيل قلبا وقلبا ان هو ياخد قرار يوديه لمجلس الامن، عشان عارفين انه القرار السياسي هو مسيس. النهارده جلسه في مجلس الامن عشان يستصدر قرار لوقف اطلاق النار في غزه واعترضت الولايات المتحده. طيب احنا تاني هرجع تاني اكرر سؤالي، المساعدات الانسانيه نادى بيها الرئيس السيسي والتحالف الوطني بعت كميات من المساعدات الانسانيه الى الان، يعني احنا بنتكلم اهميه دخول هذه المساعدات وتاخيرها خطورته ايه؟ كوره في ملعب المجتمع الدولي. احنا النهارده الدوله المصريه من اول دقيقه بدات تتحرك على المستوى السياسي ودوائر صنع القرار السياسي في الولايات المتحده الامريكيه، لكن هناك في تعنت من الغرب، هناك في تعنت من الولايات المتحده الامريكيه. هل النهارده لو اسرائيل او صدر قرار او في اجبار من الولايات المتحده الامريكيه انها تتوقف ويبقى في وقف اطلاق النار، اسرائيل هتلتزم. بس للاسف الشديد احد اكبر القوى يعني الدوليه في العالم طبي متهالك الان في قطاع غزه، والمستلزمات الطبيه انتهت ان لم يكن خلاص. يعني هل حضرتك هل مقبول اصلا ان احد التصريحات من المسؤولين الاسرائيليين ان هو بيجبر او بيضغط على الفلسطينيين؟ هم ما يعني هذا تصريح سخيف جدا الحقيقه، وهم تراجعوا عنه في الاخر. يعني في وقت ما الدوله المصريه بتحاول ان هي تساعد على المستوى السياسي والمستوى الامني والمستوى الانساني، هناك من يريد ان يضر بمصلحة الأمن القومي المصري. ولكن الحقيقة أن الدولة المصرية دائما ما بتترفع عن هذه الأمور، لأنه الدور المصري في غزة وفي فلسطين دور تاريخي من 1948. يعني أنا أتذكر أنه بعد 2011 تضررت مصر بشكل كبير جدا على المستوى الأمني من قطاع غزة، لكن لم تلتفت، لأنها دائما ترى أن مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الفلسطيني في قطاع غزة هي يعني الفكرة الأشمل والأعم. فإحنا بنتكلم دلوقتي أنه هناك في رغبة انتقامية شديدة جدا، وبيحاول أن هم يعطلوا القرار السياسي أكبر وقت ممكن عشان الضربة الانتقامية دي تقدر أن هي بالبلدي كده تشفي غليلهم. ما حدث معهم هو غير مسبوق، وهناك في ضغط سياسي وضغط شعبي كبير جدا على الحكومة الإسرائيلية في الداخل، واللي بيحصل دلوقتي له أغراض انتخابية وله أغراض سياسية على حساب يعني دم الفلسطينيين. احنا بنتكلم ان الدوله المصريه في اليوم اللي هيتفتح هتبدا في وقف اطلاق النار، هتتحرك القوافل الطبيه والقوافل الانسانيه اللي موجوده بالفعل وهي جاهزه فعلا. وعلى فكره الدوله المصريه كانت مستعده للتحرك من البدايه من دي وان، ولكن للاسف الشديد مع التعنت الاسرائيلي بدعم امريكي كبير جدا على المستوى السياسي. يعني النهارده حامله الطائرات بتكون موجوده، يعني انا بديك الدعم العسكري وبديك للرؤساء ورؤساء الوزراء واخرى امريكيه، انا بديك غطاء سياسي وبغطاء عسكري لمزيد من جرائم الحرب
داخل قطاع غزة. صحيح. هذا هو المجتمع الدولي اللي احنا بنتعامل معاه، هذا هو الكيل بمكيالين، عدم وجود مصداقية، استخدام الألفاظ الحقوقية، الزيارات المتعددة من جانب قيادات الدول الكبرى. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن هم كمان بيستخدموا، احنا عندنا مفردات حقوقية بنستخدمها، لما يجي يقول الإرهابيين، هل أنت النهاردة بتساوي إرهابي فجر نفسه بشخص بيحاول يحارب على أرضه، بيحارب على أرضه، بيحارب عشان يكون له أرض يقدر يعيش عليها هو وولاده؟ مثلا يعني مثلا الاتحاد الأوروبي لما يقولوا في شمال سيناء، لما يقولوا إنه ده تهجير قسري، لا، إحنا كان عندنا مشكلة أمنية والدولة المصرية أعادت توطين المواطنين المصريين وعوضتهم بالشكل المادي والشكل المعنوي الكافي. هو ده ملف حقوق الإنسان للأسف الشديد. أنا في المنظومة بقالي 15 سنة وللأسف الشديد بنشتغل، وتقارير كثيرة جدا بنقدمها، لأن لا بس ده ما فيش مقارنة أصلا بين الوضعين. ده مصريين بتنتقل لوجود عمل تنموية وتم توفير أماكن أخرى أكثر تمييزا بخدمات كاملة، ما فيش مقارنة بين الوضعين أصلا. طبعا، وللأسف الشديد كمان فكرة التهديد، يعني يبقى في تهديد للجانب المصري إذا تحركت منظمات المجتمع المدني، إذا مثلا في مساعدات هيتم استخدام العنف. احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا، احنا ما بنعرفش ندخل غزه كناشطين حقوقيين او منظمات مجتمع مدني. عندنا كم من النهارده من التجاوزات، لو قدرنا الارقام دي على فكره 4000 3000 واحد ماتوا، 10000 او 12000، هذه ارقام الفعليه، هذه ارقام غير حقيقيه بالمره. يعني احنا بنتكلم على تهالك قطاع طبي وما زال هناك الالاف تحت الانقاض اللي دمرت. يعني على فيليب لازراني قال لك احنا حفره من الجحيم، يعني الراجل ده بيتكلم على حجم الدمج اللي حصل والضرر على المستوى الإنساني وعلى المستوى الطبي وعلى يعني ضرر كبير جدا. احنا النهارده مهم، ودي نقطه مهمه، لازم يكون عندنا قدره، وده دي اول حاجه احنا بنطلبها كمنظمات مجتمع مدني. نقول لحضرتك شغلنا بقى ايه، احنا عايزين بنشكل من عدد من المنظمات لجنه تقصي حقائق تحت غطاء الامم المتحده، عايزين ندخل نشوف حجم الجرائم اللي حصل. بيرفضوا تماما وبنهدد، ممنوع، مفيش اي غطاء امني، لو انت عايز تدخل تدخل من اي حته على سلامتك الشخصيه، وده غير مقبول.